آخر مستجدات عالم التكنولوجيا، فقرة ميدي تك التي ينقلنا فيها الزميل أنور لكحل لعالم التقنيات الحديثة وجديد التكنولوجيات والتطبيقات. أنور، صباح الخير. صباح النور حسام، صباح الخير مشاهدينا الكرام. بداية بهذا الخبر عن جوجل الذي يستغل يوتيوب لكسب المزيد من المال، كيف ذلك أنور؟ حسام، جوجل تعمل على توسيع نطاق استخدامها لأدوات الإعلانات المربحة القائمة على البحث ضمن منصة يوتيوب التابعة لها، وذلك بهدف مساعدة المعلنين على استهداف العملاء المحتملين اعتمادا على عادات المشاهدة وعمليات البحث عبر موقع الفيديو حول كل شيء بدءا من المنتجات وحتى إعلانات الأفلام. هذه الجهود تأتي من أجل تحويل اليوتيوب لأداة تحقق كمية أكبر من المال من خلال البحث فقط. وفي وادي السيليكون دائما وغير بعيد عن جوجل، مايكروسوفت تطرح رسميا التحديث الرئيسي لنظامها التشغيلي ويندوز 10 المسمى أكتوبر 2018، والذي يمكن الحصول عليه بشكل مجاني للمستخدمين الحاليين عبر تحديث ويندوز أبدايت أو تنزيله بشكل يدوي. التحديثات التي كان يطلق عليها سابقا الاسم الرمزي ريدستون 5 يحمل رقم البناء 17763 ويجلب النسخة 18.09 من هذا النظام. مايكروسوفت تعتبر ويندوز 10 بمثابة خدمة أكثر من كونه نظام تشغيل. حسام، نعم أنور، من مايكروسوفت نتحول إلى أبل. أبل التي تبقى صامتة حول أو إزاء مشكلة شحن الهواتف الذكية، لماذا هذا الصمت؟ أبل لحد الساعة تلتزم الصمت تجاه المشكلة التي اشتكى منها عدد كبير جدا من مستخدمي أحدث هواتف آيفون، باعتبار الأجهزة لا يتم شحنها بشكل تلقائي عند توصيلها بكابل الشحن. المشكلة تؤثر بشكل أساسي على هواتف آيفون XS وآيفون XS ماكس الجديدة، لكن بعض المستخدمين يشيرون إلى أن هواتفهم القديمة لا تعمل بشكل صحيح أيضا، وذلك بعد الترقية إلى أحدث نسخة من نظام iOS 12. وعلى ذكر هواتف آيفون ومشكلة الشحن، هنا نذكر بأن نستحضر العالم المغربي رشيد اليزمي الذي اخترع شريحة من الليثيوم تعتبر اليوم من مكونات بطاريات الهواتف المحمولة، وذلك سنة 1980. اليزمي حصل بهذا الاختراع على جائزة الأكاديمية الوطنية للمهندسين الأمريكيين التي تعادل جائزة نوبل بالنسبة للمهندسين على المستوى العالمي. وهذه هذا ما يؤكد الكفاءات المغربية في الخارج. أنور، الآن نتحول إلى مجموعة أو شركة LG. ما جديد هذه الشركة فيما يتعلق بهواتفها الذكية؟ في عالم الهواتف الذكية، نعم، دائما كشفت شركة LG رسميا عن هاتفها الجديد المسمى LG V40 Tank، بعد أن أكدت العملاقة الكورية الجنوبية الشكل التصميمي للهاتف الذي يعتبر خليفة هاتف العام الماضي LG V30، وكذلك أول هاتف في الشركة يتضمن 5 كاميرات، 3 منها في الجهة الخلفية و2 في الجهة الأمامية، إلى جانب ميزات أخرى مثل أحدث شريحة معالجة 8 أنوية من شركة كوالكوم ومقاومة الماء والأتربة وفقا لمعيار IP68. نعم، رموز دخول فيسبوك تعرض للبيع، كيف يحدث هذا أنور؟ كشف تقرير جديد نشرته شركة مونيغورو البريطانية عن قيام الهاكرز بعرض رموز دخول حسابات فيسبوك للبيع عبر الشبكة المظلمة مقابل $3.90 أمريكيا فقط، لكن رمز
لكن الرمز بينما تباع رموز دخول البريد الإلكتروني بمبلغ لا يتجاوز 2.70 دولارا أمريكيا لكل منها. ووجد التقرير أن غالبية حياة شخص ما على الأنترنت يمكن أن تكون متاحة مقابل 970 دولارا أمريكيا فقط، والتي تشمل حسابات المستخدم وكلمة المرور وعناوين البريد الإلكتروني ضمن خدمات تسويق عبر الأنترنت والخدمات الترفيهية ومنصات التواصل الاجتماعي. ووجد الخبراء أن أفضل وسيلة لحماية هذه التفاصيل هي استخدام المصادقة الثنائية.